مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجنا الدرجة الكاملة. قلق وانتظار يعقبهما رغبة جامحة بالانتصار وإثبات الذات في تحقيق نتيجة إيجابية للاختبار. ختام حلقات الدرجة الكاملة ما بعد النتائج. نتابع. أسعد من خلال هذه الحلقة بالترحيب بضيوفي الكرام سعد الدكتور صالح السليم عضو هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، وأيضا مدير إدارة الاختبارات المحوسبة في المركز الوطني للقياس والتقويم. حياك الله دكتور. الله يحييك. كذلك أرحب بالدكتور ضيفنا الدائم الدكتور عبد العزيز الحرة مشرف وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. مرحبا بك مجددا دكتور. بارك الله فيك. وكذلك من الجانب الطلابي أرحب بطلبتنا عادل العنزي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وطالبنا كذلك عبد العزيز العييد، أهلا ومرحبا بكما. نبدأ حديثنا معك دكتور صالح وحديثنا التقني، وكيف تختص التقنية أو تخدم التقنية الاختبارات في جامعاتنا السعودية، كيف هو حال اختباراتنا مع التقنية؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر قناة عالية للاستضافة. حياك الله دكتور. وبالنسبة إذا جينا نتكلم على استخدام التقنية في الاسسمنت بشكل عام، نعم، في وسائل تقنية كثيرة تستخدم في الاختبارات وتستخدم في التقييم. إذا جينا نتكلم تقييم توزيع الدرجات، يعني قد تكون أثناء الفصل الدراسي وقد تكون في نهاية الفصل الدراسي وقد تكون على شكل أسئلة وإجابات مالتيبل تشويس وقد تكون على شكل فيديو وقد تكون على شكل أشكال مختلفة. نعم. على شكل إنتاج يعني. لذلك إذا جينا نتكلم على وش الوسائل التقنية المتاحة للجامعات بالضبط، ما هو الحاصل؟ الوسائل الحالية almost الآن الجامعات السعودية معظمها عندها ما يسمى بالlearning management system اللي هو أشهر شيء تقريبا مودل وبلاك بورد. نعم. مودل وبلاك بورد يتميز فيه الفاسيلتيز اللي هو الكومبوننت أو في جزئية للتست الاختبارات. معظمها في تقدم اختبارات زي مودل فيها حوالي 13 نوع من الاختبارات مالتيبل تشويس وترو فولس وفولن بلانك. نعم. وماتشنج اكثر بما فيها الاسي. نعم. وكذلك في فيها اسيز دكتور يستطيع الطالب انه يجيب يس كل السيستم تقدم اسيز بس ما يصلحها الكمبيوتر. نعم. التصحيح يكون عن طريق عضو هيئة التدريس. نعم. لكنها متاحة. التقنية تخدم العضو هيئة التدريس أنه يعطي الأسئلة بأي شكل يراه ويرسلها لعضو التدريس والعضو التدريس يصححها. بعض جزء منها أكثرها يكون إلكترونيك ممتاز. التصحيح والجزء اللي هو الأسئلة لا ممكن يقراها. نعم. هذه جزئية بالإضافة إلى الأشياء الأخرى اللي تستخدم أيضا في الأسسمنت وإعطاء تقييم الطلاب. اللي هي السوشيال ميديا، استخدام السوشيال ميديا في التقييم. هذا عن طريق عضو هيئة التدريس وبشكل غير رسمي. عضو هيئة التدريس مثلاً. بس بشكل غير رسمي دكتور صحيح؟ بغير رسمي يس. نعم. لكن هالآن. لكن ما يتبع. في توجه الآن في التعليم باستغلال السوشيال ميديا في التعليم بشكل كبير واستخدامها حتى في التقييم. رسمياً عن طريق إدارات الجامعات. دعوات في التعليم، دعوات الجهات المختصة أو المهتمة بأساليب تطوير أساليب التعليم. ممتاز. أساليب تطوير. مثلا لو تنظر الى مثلا اليوتيوب. نعم. على سبيل المثال. نعم. اليوتيوب يقدم، هو تنظر له من جهتين، في جانب سلبي ولكن في جانب ايجابي ثري جدا. نعم. هو كثير من المحاضرات تسجل عليه الان، كثير اي معلومه تبغاها اي محاضره تبغاها بتحصل عليها محاضرات، بالاضافه الى شيء انا سويته شخصيا اللي هو تدريب الطلاب على الالقاء والتحضير للماده. ممتاز. وهذه من الأسسمنت اللي ما هي موجودة عندنا بشكل عام في الجامعات بسبب أنه الجامعات تركز على المحتوى. نعم. نعم. لكن إذا جيت على الطالب تلقاه على أساس يقدر يقدم ويتكلم ما عنده ذاك الجودة. ممتاز. دكتور عبد العزيز، هل تجد أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا السعودية مهيئين ومدربين لاستخدام التقنية فعلا في الاختبارات أو في غيرها كما ذكر الدكتور صالح؟ بالنسبة لأعضاء التدريس هم غير متخصصين بالحاسب الآلي، فما يستطيعون يتعاملون بمثل ما تتفضل به سعاد الدكتور. لكن هناك عمادة التعليم الإلكتروني وتخدم الحاسب الآلي
لكن للأسف بعض المرات تكون هناك سلبية. عندي تجربة حينما تخرجت من بريطانيا عام 1417 من الهجرة، حطيت كنت أدرس تخطيط الإقليمي ولا زلت، وضعت أسئلة اختيار منه متعدد وصح وخطأ. نعم. ثم بعد ذلك ذهبت لهم قلت أريدك تعملون لي برنامج يصحح إلكترونيا. فالعميد الله يهديه قال كم عنده طالب؟ عنده 15 20 30 طالب؟ لا احنا ما نسوي برنامج الا كم 200 300 طالب. طيب يا اخي سوي لي برنامج وانا استخدمه 10 15 سنه ولا لا؟ صحيح. فما كان كان هناك سلبيه. فكيف تبغى اعضاء التدريس يقومون بمثل هذا العمل وهناك سلبيه من 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 اناس متخصصين ولا بد ان يخدموا؟ لكن اقول هذا عفى عليه الزمن الامر هذا، ويشرح الامور اللي موجوده الان احسن، ممكن تساعدون الحاسب الالي مع اعضاء التدريس. لكن اعيد واقول أعضاء التدريس غير متخصصين بالحاسب الآلي لأن يعملوا مثل هذه البرامج. لكن دكتور هذه الأمور لا تحتاج إلى تخصص، هو يوزر عادي يستطيع مثلا دورة بسيطة أو حتى لو حصل أدخل على الاي سي دي ال أنه يكون بالعكس يعني. هناك في دورات في جامعة الملك سعود أتحدث عنها بحكم أني منتمي لها، أن هناك دورات على استخدام الفاسيلتيز الخدمات اللي قال عنها الدكتور. نعم. في قاعة امتحان ومنها الاختبارات. تمام. نعم. فهذه موجودة، لكن أنا أقول كتصحيح الاختبار في استخدام الحاسب الآلي نحن غير متخصصين بهذا الأمر. هذه تحتاج إلى تقنية، تحتاج إلى برنامج برمجة، هذه تحتاج، ما احنا متخصصين فيها، نريد الجامعة هي اللي تقوم بمثل هذا الأمر لساعدة أعضاء التدريس. من السهولة بمكان دكتور صالح أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس لاستخدام التقنية في الاختبارات نتحدث؟ نعم، بالنسبة للبرنامج اللي ذكره الدكتور الآن موجود في كسيستم كنظام موجود، البلاك بورد يقدم الخدمة اللي ذكرها الدكتور. نعم. وعمادة التعليم عن بعد هذا دورها، هي تسوي دورات وتدرب أعضاء هيئة التدريس. طبعا الملك سعود كبيرة وأعضاء هيئة التدريس فيه كثير. نعم. وهم يمكن يأخذونهم تدريجيا، لكن هو جاي في الطريق، السيستم موجود ويستخدم حاليا. ممتاز. لكن تلقاه يمكن استخدامه أكثر في كليات التقنية، ممكن في كلية العلوم الحاسب يكون ممكن يكون استخدامه أكثر من كليات زي الآداب وكليات بعيدة شوي عن التقنية. نعم. لكن خطة الجامعة أنه الفانكشنز هذه موجودة للكل والخدمات هذه موجودة للكل، وهذه المفروض أنها تكون يدرب عليها الكل أعضاء التدريس. بالضبط. أعضاء التدريس يحتاجون إلى تدريب، لكن الطلبة قد لا يحتاجون إلى تدريب، فهم ربما الأكثر براعة في استخدام التقنية والسوشيال ميديا التواصل الاجتماعي. كيف تتواصلون؟ هل تتواصلون مع مدرسينكم فعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وإن كان ليس عبرها فهل هناك طريقة تقنية أخرى عن طريق الجامعة؟ هو إذا كان طبعا أكيد بداية التسجيل، تسجيلك أصلا للجامعة هو شيء إلكتروني تقريبا. نعم. إذا كان الدكتور نفسه يتواصل معنا فهو تواصل يعني مو برسمي. نعم. عن طريق تويتر، عن طريق فيسبوك. نعم. لهم صفحات. ايه. نعم. وبالتالي يعني يكون هناك تواصل بينكم. ايه. نعم. هناك تواصل بين الدكتور بين الطلبة، لكن مو بشيء رسمي يعني انه من الجامعة او من نفس الجامعة. هذا تقريبا التواصل اللي يكون بين الدكتور بين الطلبة. عبد العزيز، ان كان هناك تواصل بينك وبين مدرسك، ما هي المواضيع اللي تتطرقون لها؟ عن ايش يعني ما سبب التواصل بينكم؟ هل يكون مثلا تواصل امور شخصية، امور عامة، قد تكون مثلا عن المواد، عن المحاضرات، عن الاختبارات؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق المرسلين. نعم. صلى الله. غالبا ما تكون إذا كنت أتواصل مع الدكتور ربما يكون أو مع المعلم سابقا، ربما يكون عن المادة، بحيث مثلا أنه يطلب منك واجب أو عمل فترسل عن طريق الإيميل. فترة الاختبارات في المراجعة يكون هناك تواصل بينكم بين المدرس، قد يفتح باب السؤال، ربما نخصص من كل شعبة طالب واحد يتواصل معه. نعم. استخدام التقنية في اختباراتنا، ما الذي يعيق أحيانا الجامعات، علما أنه هناك مثلا جامعات عالمية أخرى متقدمة غربية أو شرقية تستخدم التقنية في الاختبارات، بل بشكل كامل، ربما ليس حتى الاختبارات، حتى المقررات توجد على شكل PDFs files وخلافه. إذا جينا نتكلم على الاختبارات ونتكلم على Learning Management System، في اختبارات. نعم. لكنها ما هي بهاي ستيك، ما هي بحساسة جدا. الاختبارات اللي تحتاج حساسية وحضور ما تقدر تطبقها على في جامعات رسميه دكتور موجوده لدينا في السعوديه تستخدم ماذا؟ الكويزز هذه اللي موجوده على الويب سايت او موجوده اونلاين يعني بالنسبه للاختبارات الموجوده. أي. في السيستمز زي بلاك بورد وودل ولا كويزز صغيره مثلا، وقد مثلا يدخل هذا الاختبار فقط الطالب اللي يدرس التقنيه او يدرس مثلا لا في الكليات التقنيه او في التخصصات التقنيه. لا هي موجوده متاحه لكل التخصصات، ولكن إذا جيت تتكلم على الاختبارات عن بعد مثلا، إذا جيت تتكلم على، لأن السيرفر عادة
ما يكون في الموقع اللي فيه عضو هيئة التدريس. نعم نعم. يكون في الكونكشن يا عن طريق إنترنت يا عن طريق عادة ما يكون في نفس البيلدينج. جيد. لذلك يتعرض أحيانا الكونكشن إلى ديسربشن. نعم. إلى انقطاع. نعم. لذلك إذا صار الاختبارات حساسة ما تقدر تستخدم النوع هذا من الاختبارات. ممتاز. ما يتحمل زي الاختبارات اللي يسوونها قياس مثلا. نعم. في التحصيلي والقدرات. وبالتالي هذا العائق يجعل جامعاتنا فقط لا تقيم هذه الاختبارات لكن جامعات متقدمة أخرى. لا 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 لا, لا مي النقطة كذا. نعم. الكل يضع التقنية موجودة. أها. وضع الاختبارات والأنظمة موجودة. لكن جامعاتنا تسويها والجامعات الأخرى ترى التقنية الموجودة بالسعودية هي الموجودة بغير السعودية. لكن ما الذي يعيق المدرس أحيانا من إعطاء الطالب ربما عنوانه عبر الفيسبوك أو التويتر مع أن ذلك لا شك أنه له فائدة كبيرة بالذات في فترة الاختبارات وإن كان حتى بطريقة دكتور لا ترجع إلى الجامعة. كثير من الطلبة يتمنى أن يتواصل مع مدرس خارج حتى نطاق الجامعة. هو بالعكس هو يسهل على الدكتور للمواصلة مع الطلاب والتواصل معهم. نعم. الموقع اللي فرضت الجامعات على كل عضو تدريس أن يضع موقع له حتى تفيدنا في التصنيفات العالمية هذا مجال التواصل معهم التواصل الاجتماعي. بالعكس هو أسهل له الدكتور حتى يتواصل مع طلابه. أنا أريد أضيف نقطة بالنسبة للاستفادة من التقنية الحديثة. لدينا المقالات العلمية لدينا التقارير العلمية والكتب العلمية موجودة في الإنترنت وهناك زخم كبير من المعلومات موجودة في الإنترنت. نعم. أنا أحيل طلابي مثلا عندي طلاب في جغرافية التخطيط الإقليمي وعندي طلاب دراسات عليا في النظريات في التنمية والتخطيط الإقليمي أنا أحيلهم إلى الباحث العلمي في جوجل. يعني جوجل عندهم كمحرك بحث عنده بحث علمي يدخلون في هذا البحر ويأتون بمقالات نناقشها في حالات التنمية والتخطيط الإقليمي موجودة في العالم سواء العالم في الشرق أو في الغرب أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي. بالتالي إحنا نستفيد من هذا الإنترنت نستفيد من المعلومة. الآن أصبح المقرر ما هو مقتصر على الكتاب اللي إحنا نعطيه الطلاب. نعم. المعلومة الإنترنت والتقنية الحديثة سهلت أن يكون هناك إمكانية لتطوير المقرر والوقوف على 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 حالات تنمية حديثة يمكن أن نستفيد منها سواء نظريات أو سواء طرق ومناهج وأساليب في التنمية الحضرية والإقليمية والصناعية. ممتاز. دعني أسأل الطلبة عادل هل دخلت قبل كذا اختبار تحديد مستوى ربما للغة إنجليزية لغة عربية رياضيات أيا كانت إلكترونيا؟ لا. دخلت عادل عفوا الموارد. اختبار تحديد مستوى في القدرات والقياس. نعم. تقريبا يعني هي تقريبا أفضل يعني أفضل موقع شفته ليجتاز الطالب أو يتدرب اختبارات قبل الاختبار الحقيقي. نعم. نعم هذه دخلتها. كيف وجدت الاختبار كيف؟ ممتاز يعني. يعني من تفضل هذا الاختبار أم التقليدي أفضل؟ لا هذا الاختبار. ليش؟ يعني سلاسة السؤال. ممكن. نعم. يعني السؤال يكون واضح بشكل رسمي. بينما ذاك ربما يكون مبهم قليلا. اختبارات تحديد المستوى دكتور صالح. وهناك يعني نظام من الاختبارات الحديث اللي من إجابة الطالب قبل انتهاء الاختبار يستدل على مستوى الطالب فالأسئلة المتبقية بناء على إجابة الطالب إما تزداد صعوبتها أو تزداد سهولتها بحيث أنه يتم تحديد مستوى الطالب بشكل دقيق جدا. هذه العملية التقنية لو كانت في اختبارات مثلا زي ما ذكر طالبنا عادل أن تكون مثلا في اختبارات القياس أو في اختبارات مثلا تحديد المستويات لما لا يتم استخدامها؟ بالنسبة للاختبارات بشكل عام هذه النوع اللي تكلم عنه هو يسمونه الأدابتيف تيست. الأدابتيف تيست بنفس المفهوم اللي ذكرته قبل شوي أنه يعطي اختبارات بناء على قدرة يعطي اختبار عشان يتعرف على قدرة الطالب. إذا كان قدرته متميزة يعطيه أصعب وإذا كان أقل ينزل به في المستوى. هذا يسمونه أدابتيف. يتعدل الاختبار بناء على الريسبونس أو الإجابة الطالب الأولى والثانية والثالثة وهكذا. نعم. الاختبارات التقنية كتقنية موجودة هذه هي أفضل من الاختبارات التقليدية في تحديد المستوى لا شك. بشكل عام نعم. لكن فيها إشكاليات. فيها إشكاليتين تقريبا اللي تخلي الجهات ما تستخدمها بكثرة. نعم. أولا بناء النوع هذا من الأسئلة لأنها عبارة عن شجرة من الأسئلة كل لابد تعرف للنظام وش السؤال اللي بعده في كل طريقة في كل احتمالية.
ممتاز. لذلك بناء النوع هذا من الاختبارات ياخذ له جهد كبير، يبغى له متخصصين على أساس يبناء. هذا هذه النقطة. النقطة الثانية أنه قد يكون الممتحن عشوائي، يجاوب عشوائيا، وهذا قد تسبب إشكالية في التعرف على مستوى الطالب، ولا بد أن يكون هناك جدية في الاختبار دكتور. النقطة الثالثة أنه الناس متعودة على عدد محدد من الأسئلة. نعم. الأدابتف تيست يعطي أسئلة لين يتعرف على المستوى ثم يوقف. قد يعطيك 10 ويعطي واحد ثاني 20 ويعطي ثالث 30 وهكذا، تعتمد من لين يصل إلى مستوى إلى المستوى المعين للطالب. نعم. لذلك الناس ما هم متعودين على هالنوع من الاختبارات، لذلك ممكن يصير عليها كومبلينس، خصوصا الاختبارات حساسة مثل التحصيلي والقياس، وإن كانت هذه من ضمن النقاط اللي الآن يدرسون أنها تتطبق. عادل كان لك إضافة. نعم، أنا كان عندي إضافة يعني على كلام الدكتور. نحن عندنا باختبار القدرات والتحصيلي يعني اختبار تحديد مستوى. طيب لماذا لا يكون في مادة مثلا الرياضيات مادة علمية؟ عندك مادة علمية يعني جدا يعني مادة علمية يعني كثيرة جدا كبيرة دسمة. نعم ممتلئة بالمعلومات. لماذا لا يكون هناك في اختبار تحديد مستوى لمعرفة لو طريقة الأسئلة حتى أيضا في المواد الثانية؟ يعني هذا كان يعني اقتراح بسيط. ممتاز، هذا الاقتراح للإرشاد الأكاديمي. وأنتم إن جاءكم الطالب مثلا قد يكون يحتاج إلى استبيانات أو إحصاءات أو حتى بعض الاستفسارات، هل ترشدونه عادة دكتور أن عنده هو بحث عندي في وقت الاختبارات؟ احنا عندنا ضمن الدورات. نعم، قبل الاختبارات عندنا ضمن الدورات. نعم. طرق البحث العلمي. نعم. ومعرفة البحث العلمي. في نفس الوقت هذا البحث اللي يعمله الطالب ممكن احنا عندنا بعض المرشدين الأكاديميين اللي يدرس طريقة البحث العلمي يلجأ له ويدله ويرشده ويأخذ بيده لمعرفة كيفية كتابة الباحث وتوجيهه ومن أين يحصل على المعلومة من مضانها من مصادرها. نعم بس مصادرها صحيحة هي المشكلة. أن الإنترنت عندك نوعين، عندك بيانات الثانوية اللي هي الإحصاءات الرسمية. نعم. وهي عامة هذه، وعندك بيانات الأولية. بيانات الأولية هي اللي تستقيها من الميدان، تجهز استبانة وتنزل الميدان وتأخذ الإجابة. هذه البيانات يسمونها الأولية، نحن نساعد حتى في كيفية تحليل البيانات. نعم. عن طريق مثلا برنامج SPSS. تمام. النظام يسمونه حزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. نعم. نحن نأخذ بيده، بالعكس نحن بس نريد يأتينا. هم نساعده بس يأتينا. نعم جيد دكتور. من الجامعات الحديثة واليافعة حقيقة الجامعة السعودية الإلكترونية، كيف ترى هذه التجربة؟ بالنسبة للجامعة الإلكترونية السعودية هي تجربة فكرة جديدة. نعم. وأعتقد أنها فكرة رائدة حقيقة، لأنه الجهود المشتتة في الجامعات للتعليم كانت انتساب ثم تحولت عن تعليم عن بعد. وجهود وطاقات الجامعات مختلفة. نعم. لذلك كان تكوين الجامعة الإلكترونية أو السعودية الإلكترونية كان فكرة رائدة لتوحيد الجهد، لأنه إذا تتكلم على التعليم عن بعد وتقنيات التعليم عن بعد هي تقنيات مكلفة ماديا. لذلك جمعها تحت مظلة جامعة ومتخصصة في هالمجال بحيث أنها تقارن نفسها بالمعايير العالمية. نعم. وعندها المصادر اللي تركز على هالبزنس على هالمجال في التعليم بالذات. أعتقد أنه سيطور بكثير. إيش تقصد بالمصادر دكتور؟ مصادر قياس، مصادر تقييم الجامعات. نعم. والمصادر التعليمية اللي نعم. هي الأنظمة والوسائل والتقنيات. نعم. لذلك وجودها تحت مظلة جامعة متخصصة سيطور في التعليم عن بعد والتعليم ويلغي المفروض أن يلتغى الانتساب. أعتقد أنه يلتغى الآن أو أنه في مراحل النهائية. نعم. قدرة الجامعات تقديم جودة عالية في التعليم عن بعد تختلف. خصوصا الجامعات الجديدة ما عندها المصادر الكافية أنها تقدم تعليم عن بعد. نعم. بجودة عالية. نعم. لذلك إنشاء الجامعة أعتقد أنه فكرة رائدة. التوجه فكرة رائدة. والتقنيات اللي مستخدمينها الآن والطريقة اللي يدرسون فيها الآن أعتقد أنها فكرة جيدة. جيد. سترفع من مستوى التعليم عن بعد وتقلل من السلبيات اللي كانت رائجة عنه. لا شك دكتور عبد العزيز، سلبيات أن مثلا يقدم الطالب الاختبار وبشكل تقني قد يكون عن بعد، هل هناك سلبيات معينة؟ في سلبيات
قبل السلبية هذه نحن نقول الطالب عنده خجل، عنده حياء، وعنده عدم جرأة وعدم شجاعة أحيانا أن يذهب إلى إرشاد أكاديمي. نعم. ويذهب لوحدة الإرشاد الأكاديمي، هو ما أن يصل إلى وحدة الإرشاد الأكاديمي أو عمادة شؤون الطلاب تقدم إرشاد أكاديمي انتهت كل السلبيات، يؤخذ بيده ويوجه مثل كيف تجاوب على الأسئلة عن بعد، كيف يمكن نحن نعطيه دورة إذا لم يكن عندنا متخصص. إحنا في كلية الأداب ما عندنا أحد متخصص بالحاسب الآلي، ليست كلية حاسب آلي هي، لكن إحنا عتم استعداد نأتي بمتخصص يعطي هذه الدورة للطلاب اللي هم يحتاجون، الذين يحتاجون أن يكون هناك إجابة عن طريق التعليم عن بعد. نعم. لكن السلبية هي ليست سلبية في كيفية الإجابة، هذه مقدور عليها. لماذا نحن في محضن علمي نعلم الطلاب؟ المشكلة هو عدم مجيء الطالب إلى وحدة الإرشاد الأكاديمي، هذا اللي نعاني منها، وأنا في نظري المتواضع أن هذه سلبية. أنا بس أبغى أسأل عبد العزيز، رقمك الجامعي في موقع الجامعة وكذلك يعني اليوزر نيم والباسورد، هل تعطيها مثلا لأحد من أصدقائك أم فقط تحتفظ فيها لنفسك؟ لأن هذا شيء خاص فيك. ولا تعطيها لأحد من أهلك ولا يمكن يسألك عنها الوالد حتى يتابعك؟ سرية المعلومات دكتور، وأنا هو هذا الغرض حقيقة من سؤالي، يعني قد تكون في العملية التقليدية أتخيل أقل سهولة بكثير من العملية الإلكترونية. بالنسبة للسرية المعلومات تعتمد فيها درجة، فيها درجات، يعني الطالب له حق أنه معلومات الدرجات والترانسكريبت حقه والسجل الأكاديمي ملك للطالب، لكن في بعض الجامعات تعتبر ولي أمر الطالب هو له الحق أن يطلع على درجاته، مثل والده أو والدته. نعم. هذه من الناس اللي لهم الحق أن يطلعون على تفاصيل الدرجات. ممتاز. لكن بشكل عام الخصوصية في الدرجات هذه معتبرة دائما، سواء في الأنظمة أو في الأنظمة التقنية أو في الأنظمة الإدارية كلها مطبقة. نعم. تعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني واستخدام التقنية في التعليم ربما يفقد العملية التعليمية بعض المزايا، مثلا الاحتكاك المباشر بالمرشدين وكذلك المدرسين، كيف تجد ذلك؟ ما في شك، هذه من الأشياء اللي يتميز فيها التعليم العادي على التعليم. نعم. عن بعد. نعم. الهيومن انتراكشن يسمونه، الهيومن انتراكشن التواصل البشري أو الجسدي بين البشر في التعليم عن بعد أقل بكثير، لكن وإن كان فيه برامج اللي هو الفيرتشوال كلاس روم اللي يسمونه فيرتشوال كلاس روم تطبقها الآن الجامعة السعودية، لكن في وقتها من يعاني مثلا دكتور من الرهاب الاجتماعي أو من يعاني من صعوبة الاحتكاك بالبشر، أتخيل هذه حل مناسب بالنسبة له. نعم. هذه. نعم. هذه تعالج فضلا عن خوض تساعد وإن كان التجربة. نعم. وإن كان الاختلاط مهم جدا بالضبط. التجربة في اللي ذكرتها لكم عن طريق قبل شوي طريق اليوتيوب. نعم. طلبت أنا من الطلاب أنه يحضر جزء من المادة ويسوي لها برزنتيشن ويحملها على اليوتيوب. ممتاز. كان من ضمن الأشياء اللي أثارت بعض الطلاب كان عندهم تحفظ عليها أنه ما يبغى يتكلم على الميديا. نعم. كانت مشكلة، ما عنده جرأة أنه يتكلم، وهذه من العيوب الأساسية اللي أشوف أنها يتميز فيها التعليم الغربي عن التعليم عندنا، أنه ما يعالج هالنقطة هذه. نعم. ما يقدرون يتكلمون بطلاقة، ما يقدرون يتكلمون بإنجليزي، ما يقدر يتكلم عن معلوماته. نعم. يعني المحتوى التعليمي اللي نعطيه للطالب في الجامعات في الملك سعود مثلا أكثر أنا قارنه أكثر بكثير من بعض الجامعات في الغرب. جي. لكن قدرة الطالب في الغرب يتكلم بأسلوب أفضل، لو تقابله مع طالب من طلاب الجامعة حقتنا تفضله على الطالب، ليش؟ مو معلومات ولكن قدرته في الحديث، قدرته في تبريز نفسه، قدرته في استخدام اللغة الإنجليزية هذه. نعم. رغم أنه يعني يمكن العرب هم أكثر الناس قدرة على التنظير والكلام. لك تعليق دكتور؟ نعم. باختصار حينما نعم ذكر سعادة الدكتور بأنه وأنت أيضا سألته أن العلم يكون ما هناك احتكاك مباشر صحيح. في هناك العالم الذي يأخذ العلم من القراءة من الكتب فيه منقص عليه يسمونه عالم صحفي. نعم. والعلم معروف أنه يأخذ من أفواه الرجال. نعم. تمام. نعم. وبالتالي نقول نعم هناك لابد أن يكون هناك احتكاك بين الطالب وبين عضو هيئة التدريس. أعرج على نقطة وهي دور عضو هيئة التدريس في أن يكون بينه وبين الطلاب أريحية حتى جي. يكون يكسر حاجز الرهبة. جي. إذا كسر حاجز الرهبة هذه استطاع أن يكسر حاجز الرهبة في الاختبارات. جيد. شكرا لك دكتور عبد العزيز. دكتور صالح، كلمة أخيرة عن التقنية والاختبارات قد تنصح فيها الطالب، قد تنصح فيها الجامعة، من تشاء. استخدام التقنية في الاختبارات يساعد في، هي عبارة عن وسيلة لضبط الجودة. نعم. وهي أيضا وسيلة
للعدل بين الطلاب. جي. وهي توجه اصلا توجه يساعد ايضا في تقديم خدمه الاختبارات لاكبر شريحه ممكنه. ونتمنى ان يكون اكثر تقدما في جامعاتنا. شكرا لك الدكتور صالح السليم عضو هيئه التدريس بكليه علوم الحاسب والمعلومات في جامعه الملك سعود، شكرا جزيلا لك. وكذلك الدكتور عبد العزيز الحره مشرف وحده الارشاد الاكاديمي بكليه الاداب بجامعه الملك سعود، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. والطالبين عادل العنزي وعبد العزيز العيد، شكرا جزيلا لكما، يعطيكم العافيه. الشكر لكم انتم مشاهدينا الاعزاء على طيب المتابعه.